ولد نبيل سليمان داود شعيل في 30 ديسمبر عام 1961. بدأ في صغره بالعزف على العود وتسجيل الأغاني. انطلاقته الفنية كانت من خلال أغنية ألبوم سكة سفر عام 1982 من ألحان الراحل راشد الخضر وكلمات عبد اللطيف البناي. يمتلك في رصيده الفني اليوم أكثر من 26 ألبوم غنائي خلال مشواره الفني الممتد منذ عام 1980. قدم خلال مسيرته الكثير من الأغنيات، أبرزها سكة سفر، أنا منساك، الله يا خوفي، لعبة الأيام، صباح الخير يا مدلل، ما أروعك، منساك، دلوعة، جاني، بعد إذنك. ويعتبر أول مطرب خليجي خرج عن الإقليمية وغنى بلهجات عربية مختلفة مثل اللهجة المصرية والمغربية واللبنانية، وقد ساهم بشكل فعال بالتعريف بالأغاني الخليجية وإيقاعاتها الفريدة في كامل الوطن العربي. كان الشاعر مبارك الحديبي صاحب الفضل في شهرته ومعلمه الأول، كما يدين له بالفضل فيما وصل إليه من نجومية لوقوفه بجانبه في بداياته الفنية وتعاونه معه في عدد كبير من أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا. تميز في غنائه للمسلسلات فحقق نجاحا ملحوظا فيها مثل ثمن عمري، دنيا القوي، الخراز، خادمة القوم، ماي عيني، ومسلسل الرسوم المتحركة المصري قصص الإنسان في القرآن، والمسلسل المصري زلزال. تسألني من أكون، أنا من حد جنون، وأنا كل الشوق فيك بس خانتني الظنون. تسألني من أكون.
سيبيني من عدو من عدو حصل خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الموريكس دور كأفضل مغني عربي، وفي عام 2008 حيث تم تكريمه على هامش فعاليات مهرجان أوسكار الفيديو كليب، وفي 2010 تم تكريمه في ختام فعاليات بطولة سمو الشيخ حمد محمد بن راشد آل مكتوم في موسمها الخامس، وتم تكريمه أيضا من قبل جامعة الدول العربية في القاهرة بمناسبة مرور أكثر من 25 سنة من عطائه الفني.